مصري. ليه حاجه خاصه بالمهندس رأفت رشاد اللي قدمناه امبارح واللي ليه قصه كفاح الحقيقه يعني في منتهى الروعه. يعني دخل اللي شافه وهنذيعه هنحطه على اليوتيوب وهنعمل له مختصر نذيعه تاني، لان رأفت عمل حاجه يعني مش غير مسبوقه، عملها ناس كتير، لكن هو الحقيقه قصه كفاح يعني مثيره، مع فقر، مع يعني حياه قاسيه، مع كل حاجه، مع اخوات جدعان، مع اب جدع قوي، يعني اب مش ظروفه صعبه، والولد قال له هخش صنايع، قال له اخش ثانوي عام، فالولد برضه مرضيش زي ابراهيم عبد المجيد بالظبط، ودخل صنايع، وبعدين معهد ودبلوم ومعهد ودبلوم، وبعدين اكتئب ومشي وراح ودخل هندسه اسيوط، وسقط في سنه اولى اعدادي هندسه، وما عرفش الدنيا اتلخبطت في المواد معاه مش عارفها، لان هو مش ثانوي، ما شافش الكيمياء والاحياء والحاجات دي كلها، مع كلها معاهد درس فيها، فقدر بعزيمه ما عرفش جابها منين، قال لك عشان ابويا وامي كان عندي يعني حاطين عليه امل، فقام استرد قوته تاني وقام ومشي ودخل كليه، ودخل قسم مدني وتخرج من كليه الهندسه. وبعدين المهندس ده لازم حد يشوف حاله، لانه بقى تصور انت بقى هو دلوقتي بيعمل ايه، بيعمل حاجه غريبه جدا، بيعمل عشان خاطر الحاجات اللي هي الخاصه بالقانون تنظيم البناء والمخالفات والحاجات دي كلها، فبيقعد للناس يقول لك انا لو عندي مكتب ولو عندي امكانيه ما كنتش خدت من حد اي حاجه، فبعمل الناس حاجات، بيرسم لهم الاراضي بيحددها لهم والحاجات زي كده. لكن الولد عمل اللي عليه وزياده، الاب والام عملوا اللي عليهم وزياده، الاخوات الموظف اللي بياخد 1700 جنيه والتاني اللي بياع متجول بيساعدوا ومتجوزين ومخلفين بيساعدوا اخواتهم وفضلوا ولا الواد لغايه ما خلوه مهندس. بقى قيمه وسيمه في الحي. بس مين اللي هيديله الادوار؟ يعني بقى قيمه وسيمه، طب مين اللي هيديله البطولات؟ ازاي ده هيكمل؟ هيروح فين؟ هذا هو السؤال اللي بطرحه على كل الناس اللي هم يخصهم عمل مهندس مدني. ما اظنش هيلاقوا، لو اني يعني طبعا يعني هو وغيره ده من النماذج اللي بتبقى في شغلها جباره. انا مش عايز اخاطب جهه معينه، انما انا بخاطب كل الناس اللي ممكن يشغلوا مهندس مدني حقه ان يعمل، حقه ان يعمل. من يتقدم ليعطي هذا المهندس حقه حتى يعني تكتمل قصته؟ لان انا متاكد ان انا لو اشتغل في شركه هيبقى من اهم المديرين اللي في الشركه ومن اهم المهندسين اللي في الشركه، لانه هيحب عايز يحقق ذاته جنب نجاحه في شغله. يا ترى من يتحمس لشاب من ابو تيج من اسيوط؟ وانا عارف ان في رجال اعمال كتير جدا في مصر عندهم مصانع وشركات من اسيوط، فيعني مين يتحمس لهذا الرجل يديله حقه بقى اللي هو قاتل قتال مرير عشان ياخده؟ فخد جزء او هو اصبح جاهز، يعني راجل عمل اللي عليه وكل حاجه، يعني مش ممكن يعمل اكتر من كده، ولا اسرته تعمل اكتر من كده، ولا اخواته يعملوا اكتر من كده. اتمنى ان حد يتقدم ويعيد للرجل، لا يتفضل عليه ولكن يعيد اليه او يكمل حقه من حقوق اللي واجبه علينا في المجتمع، ان رأفت رشاد ده لازم نشوفه مهندس مدني، وان شاء الله هتشوفوه مهندس مدني ناجح جدا، لانه عنده اراده وعنده عزيمه وعنده حلم، حقق الجزء الذي يعنيه فيه، جزء اللي يعنيه هو عمله كامل. يعني تسمعوا قصه ازاي هو سقط في اعدادي هندسه وازاي جاهد من النت وبتاع مش قادر ياخد دروس خصوصيه ولا حاجه، ازاي جاهد لغايه ما شرب الكيمياء والحاجات دي كلها ونزل في اعدادي جاب مجموع كبير ودخل قسم مدني، لانه حسب ما هو قال قسم مدني وباخد اعلى درجات. رأفت عمل اللي عليها، فاضل اللي علينا احنا بقى.